يعني سوى عندك تحدي هذا الرفض؟ اكيد هي بساعتها بساعتها يعني انا الصبح قررت بانه انا ما اظل بالبيت بحيث اطلع استقر حياه وحدي. وش سويت؟ طلعت جيت البحر. انت من غير محافظه كنت؟ اي انا من غير محافظه كنت بدياله. نعم. جيت من دياله الى بغداد وانت بعدك شاب صغير. فبساعتها قررت نفس الوقت قررت بانه هون بعد خلص هاي اطلع يعني من هذا الجو اللي انا بيه ما اقدر اتقدم ما اقدر اقدم شيء انا بعد خلاص طبيت بهذا المود حبيته. فالصبح انا لميت ملابسي انهزمت مو انهزمت وانما يعني بعلم عائلتي الصغيره يدرون قلت ما راح اروح بغداد. هذا الحكي انا كنت مقدم معهد فنون جميله وطالع تقديمي والدوام كنت اروح كل 3 ايام هيك يلا اروح مره قلت بعد هي جت الحكي حكم المسافه يعني اي. فجيت البغداد اول ما جيت تعرف انت انا صغير ساري ما حد يسكنني ما حد ينطيني اجار. ايش قد كان بجيبك؟ اول ما جيت اتذكر اي كانت بجيبي 300,000 300,000 هاي مال طلعت ويا اخوتي وهم صباغين فجامعهن اي هاي 300,000 قلت هاي بعد عليك يا الله مثل ما يقول جيت بيها لبغداد. دورت على سكن ما لقيت الا ولا بس طلاب كانوا ويانا بالمعهد تعرفت عليهم هاي فقعدت وياهم شقه كنا سوا وهاي واجار كان وقتها اجار كلش بسيط. سكن طلاب؟ اي سكن طلابي طلعت تقريبا سنة يعني كمل العام الدراسي. الولد هم المحافظه يقول لك انا ايش عندي باقي ببغداد ارجع عليه فرجعوا كلهم انا قابل يظل الاجار عليك وحدك كله علي. فانا بهاي الفتره العفو يعني انا ظليت تقريبا 3 اشهر انا قاعد بس اروح للدوام يعني هاي 300,000 اكلك شربك 3 اشهر انا 300,000 شلون الاكل شرب وحدك انت؟ باليوم بالزايد لفتين صراحة يعني بالزايد لفتي أنا أكل باليوم حتى ما أصرف أكثر حتى تكفي مصروفي ويعني بعض الأيام قمت أجي يعني من الشقة للمعهد مشي يعني توقعت من البياع حد المعهد فنون جميلة اللي هو مقابل الزوراء مشي كل المسافة مشي حتى في سبيل اقتصد بالمصرف لمدة 3 أشهر وراها ايش سويت؟ اشتغلت؟ شنو اللي سويته؟ شلون مشيت أمورك؟ أصدقائك راحوا رجعوا لمحافظاتهم رجعوا لا هذا الحكي بأول 3 أشهر قلت لك اللي اقتصدت بيها وهاي 300,000 فبهاي 3 أشهر ورا 3 أشهر يعني ماي ولد طالب بالمعهد عازف أورج ويشتغل كان بالكافيهات فقال لي سليم شفت لك مقطع فيديو بالفيس انت ناشره هي مال هاي الحفله نفس اللي انكتب كان صوتك حلو ليش ما تجي وياي للكافيه اسوي لك مشاركه واشتغل بالكت الله يوافقون عليك وقعدت هيك قلت له والله على واه قلت له زين بيها فلوس اجور شنو؟ قال بيها اجور بس بسيطه قلت له اقلها بس اطلع مصرفي بس صار بس ارد اشلب بشي ذيك الفتره فرحت وياه سويت مشاركه كلش حبونه المكان فتره شهرين انا بالكافيهات كلها صار الطلب علي كلش قوي زادت عندي بانه الشغل صحيح زاد عندي بس تعرف الدخل مالته طبعا قليل فنان شاب وجديد بقيت بمشكله واحده اللي هي انا ما اقدر اسكن وحدي اول شيء عمر صغير ما يسكنوني ثاني شيء تكلفه بيها التكلفه اضطريت بانه اني صار لي صديق بالكافي وقال لي ليش ما تجت بات هنا وياي حالك حالي هم رحم الله والدي ضليت تقريبا حدود 6 أشهر 4 أشهر هيجي انا بات بالكافي وعلى الطاوله تعرف الحشرات وذن السوالف وهاي تحملت ناس تتفاجئ انه انت مريت بكل هاي الناس اللي شفني يقول لك مرتاح هذا اكيد فظليت يعني بهذا المكان فتره انا بالمناسبه انا هذا المكان يعني هواي علمني اشياء صراحه
انت من طب بمصاعب وتنام على احنا نقول على قنفه وتصفن هيك للسقف وتفكر تقول انا همين راح اصير، انا همين راح يجي فد يوم يعني يصير الدخل مالت قوي. فالحمد لله والشكر. افكرت ترجع سليم؟ يأست ارجع لاهلي وافضها؟ لا ابد. صارت عندي مصاعب كلش قويه بس قلت اتحمل. هم دروا بيك تغني بهاي الفتره؟ عايش هاي الفتره ما طول انا ابتعدت عن المنطقه. مالهم انت تعرف انت حكي الناس. اي ما طول ابتعدت عن هاي المنطقه. لا بالعكس طبيعي ماكو اي اشكال. ظليت ادوم بالمعهد مالتي ودراسه وهاي العكس. ما فكروا يدزوا لك فلوس يعني ابنهم بالنهايه وصغير و... لا مو انا من النوع اللي انا اعتمد على نفسي من انا صغير ما احب احد ينطيني. يعني ابويا كان فترته يخابرني يقول لي بابا محتاج فلوس ادز لك، اقول له لا خير من الله عندي حتى لو ما كان عندي حتى لو فشي قليل. يقول بابا انا ادز لك مصر شلون انت عايش لعد اجارك دراستك شلون، اقول له لا عندي تريد انا اعطيك هيك حتى اكسر عينك كابر يعني. ايه ايه فقلت لك يعني ضليت بهاي المراوحات لحد ما كنت طورت نفسي بالغنى طورت نفسي بالمكانات اللي انزل بيها.